تتولى بلدية دبي مسؤولية حماية البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي في المناطق البرية والساحلية والبحرية في إمارة دبي، وتقوم بجهود حثيثة في هذا المجال. محمية رأس الخور للحياة الفطرية هي إحدى ثمرات هذه الجهود، حيث أقيمت في عام 1985 وتم الإعلان عنها كمنطقة محمية بموجب الأمر المحلي رقم 2 الصادر في الأول من مارس لعام 1998. تقع المحمية في نهاية خور دبي، وهي عبارة عن منطقة رطبة ساحلية اكتسبت أهميتها من كونها إحدى المحميات الحضرية المعدودة في العالم، وتضم نحو 266 نوعاً من الحيوانات و47 نوعاً من النباتات. إن وجود العديد من النظم البيئية المتنوعة كأشجار القرم والمسطحات الطينية والبحيرات والسبخات ومناطق القصب والشجيرات يسهم في إثراء التنوع البيولوجي في هذه المنطقة، وتعمل على إسناد أنواع مختلفة من النباتات والحشرات والزواحف والطيور والثدييات. تعد طيور النحام المعروف محليا بالفنتير وأشجار القرم من أبرز المشاهد الطبيعية الخلابة في هذا المكان، وقد صنفت الرابطة العالمية للمحافظة على الطيور هذه المحمية ضمن مناطق العالم الهامة للطيور. تكتسب المحمية أهمية كبيرة، وكان من الطبيعي نظراً لحيوية المكان استغلاله بالشكل الأمثل، ففي عام 2004 أنشأت إدارة البيئة ببلدية دبي ثلاثة أبراج داخل المحمية تمتاز بشكلها التراثي الذي يشبه براجيل الهواء. روعي في بنائها المعماري أن تكون من المواد الطبيعية المحلية مثل سعف النخيل الصديقة للبيئة، إضافة إلى الخشب والزجاج بأشكال وألوان تتناسب مع المكان، تتيح لزوارها مشاهدة الطيور والمناظر دون الإخلال بالطبيعة الهادئة السائدة في هذا الموقع. وتقع الأبراج في ثلاثة مواقع استراتيجية أطلقت عليها أسماء تعبر عن أهم المعالم الطبيعية للموقع، هي برج القرم الواقعة بالقرب من غابة القرم والسبخة، برج النحام بالقرب من مجاثم طيور النحام، والبرج الثالث أطلق عليه اسم البحيرة. إن وجود المحمية بجوار الأحياء السكنية يتيح فرصة ثمينة للتعليم البيئي وتعزيز الخيارات السياحية في مدينة المال والأعمال دبي.